نروح بقى برضو لخبر تاني، ويمكن من الأخبار الخدمية الهامة، المرج الجديدة. المرج الجديدة هدية جديدة لركاب مترو الأنفاق، والافتتاح خلال شهرين. بتستعد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لافتتاح محطة مترو المرج الجديدة نهاية العام الجاري 2018، وبيجرى العمل في المحطة على قدم وساق بأعمال تطوير لسرعة الانتهاء من المحطة من أجل خدمة الركاب، وذلك بإشراف مسؤولي المترو. من جانبه أكد أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق أن المحطة تتكلف 750 مليون جنيه، وتم التفكير في تطوير محطة المرج القديمة لكونها ذات كثافة عالية من الركاب وبتشهد تكدسات ضخمة جدا. أضاف عبد الهادي في تصريحات صحفية ليه أن المسافة ما بين المرج القديمة والجديدة كانت سكة مفردة لا تسمح إلا بمرور قطار واحد فقط، إلا أنه مع التطوير هيتم إتاحة مسافة لمرور أكثر من قطار، وذلك ضمن مخطط الازدواج مع التقليل زمن التقاطر من 15 دقيقة ل 3 دقائق بس. الأمر اللي هيوفر طبعا وقت الركاب وهيقضي على الزحام في هذه المنطقة بشكل كبير جدا. أشار أيضا متحدث المترو إلى أن وزارة النقل بالتعاون مع شركة المترو بتضع على رأس أولوياتها سرعة الانتهاء من محطة مترو المرج الجديدة، ولفت إلى أن المحطة الجديدة دي هتكون محطة علوية ذات سلالم متحركة ومصاعد كهربائية وصالتين، صالة فوق وصالة تحت، وكمان مكتبين تذاكر، مكتب فوق ومكتب تحت، وتابع أن الموضوع ده هيفرق جدا مع السادة الركاب. وقال كمان انه يعني هم نسقوا مع هيئه النقل العام علشان يوفروا اتوبيسات لنقل الركاب من منطقه المرج بعد غلق المحطه، مع التنسيق من جانب اخر مع شرطه المرافق علشان يشيلوا الاشغالات، اشغالات الباعه الجائلين بالمنطقه اللي بتضايق الناس. تابع ايضا عبد الهادي في نهايه تصريحاته ان التحديث في محطه المرج الجديده على اعلى مستوى، وان شاء الله الساده المواطنين هيشوفوا الكلام ده بنفسهم، ولفت الى ان الافتتاح ان شاء الله يكون اخر السنه دي، يعني تقريبا كمان شهرين.